شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها وتحسم الجدل حول أخبار ارتباطها بطبيب مصري، وجهت رسالة عالية النبرة. ما بقاش وجودك ننبلو معانا. خرجت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن صمتها وحسمت الجدل حول أخبار ارتباطها من طبيب مصري، وردت على مروجي شائعات تربط اسمها بعلاقة عاطفية مع خطيب الفنانة مرهان حسين السابق باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. لو حد قال لي كلام جرحني، أنا ست دم حامي. وفي التفاصيل، أكدت شيرين متابعتها الأخبار الصحفية بشأن علاقاتها الشخصية، محذرة من استخدام اسمها أو أسماء أصدقائها في أخبار كاذبة بهدف جذب الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هو ده اللي كان ناقصني، حلو وكاريزما وعجبني قلبي شافه. بدوره نشر محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب حسام لطفي بيانا يؤكد فيه توعد النجمة لكل من يتدخل في سيرتها الشخصية بهدف التشويش على مسيرتها الفنية، وقد قامت بتكليف مستشارها القانوني باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص يروج لشائعات زائفة. ولفت البيان أيضاً إلى أن شيرين تؤكد استمرار صداقاتها بعيداً عن الشبهات والتأويلات، وأن تركيزها الحالي يتجه نحو العمل الفني وطرح أعمال جديدة، داعية الجمهور إلى متابعتها في مجال الغناء. وكانت قد انتشرت أخبار زعمت في الأيام الأخيرة وجود علاقة بين شيرين عبد الوهاب والطبيب تامر سليم بعد انفصالها عن الفنان المصري حسام حبيب، وانتشرت أيضاً أحاديث أخرى بشأن خطبة تامر سليم والفنانة مرهان حسين لفترة قصيرة قبل انفصالهما، ولم تكشف حتى الآن تفاصيل الانفصال بينهما. هذا وفي وقت سابق انفصلت شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب رسميا في كانون الأول الماضي بعد زيجة استمرت ما يقارب 5 سنوات. وعلم موقع فوشيا حينها أن الخلافات كانت قد تصاعدت بين شيرين وحبيب طيلة الأشهر الماضية، وكان آخرها قبل حفل روائع الصنباطي الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، وعلى إثره لم يظهر حبيب مع زوجته أثناء الحفل.